صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ مبقاش في حد بيرد عليا في القناة دي خالص. خدوني. مبسوط؟ طبعا جدا. لو ديدي صحيح، هو الاعلانات اللي هتنزل على البرنامج بتاعي انا ماليش فيها نسبة ولا ايه؟ لا طبعا، لان عقدك اصلا ما فيهوش كده. لا، ما انا هخلي فيه كده. ازاي بقى؟ انت مالك انت؟ طب انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع. بقى فتره كده بفكر في اني حاسه ان في حد معانا جاسوس بينقل كل الفقرات اللي انت بتقترحها جديده لحد وبتتنفذ قبل ما انت تنفذها. انت ذكيه قوي يا ايه. طبعا ذكيه، مش محتاجه. ما شاء الله الحقيقه، يعني شارب. شارب. لا انا عايز اطمنك، بس هو لا جاسوس ولا اي حاجه. هو الموضوع ببساطه تعتبريه توارد افكار. وبعدين تعلقنا من ايه؟ البرنامج بتاعنا الحمد لله خلاص فرض وجهه نظره على المحطه كلها. اصبري بس. طب ممكن اطلب منك طلب؟ طلباتك كترت جدا. معلش اخر طلب. اللي فات كان سؤال، ده طلب. قولي. يعني مش معقول بعد النجاح اللي انت حققته ونسبة المشاهدة العالية والإعلانات الكتير والناس حباك، ويبقى في كمان النهاردة خناقة مع ماهي وفوزية. لا 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 خلاص، فاشت. ايه الحلاوة دي؟ ولا الفاز خارجة؟ بنتي اللي خارجة ولا داخلة؟ عيب، ده هوا. ايه الحلاوة؟ طلع صغير عمر. يلا جود لك. استاذة. ياه. انا كلمت سمير وظبطت معاه موضوع الكرين ده وظبطنا حركته. ضن. طيب تمام، ميرسي يا فتحي. علي يا استاذه تأموري. فتحي صحيح، ما تمشيش، عايزك ضروري النهارده. حاضر. وانت كمان يا ايه. ليه، هو في ايه؟ بعد البرنامج هتعرفه. هو ليه مبهم كده؟ ايه؟ ليه مبهم؟ مبهم؟ حمزة المفاجآت. انت هتفضل واقف لي كده كتير؟ لا انا همشي، انا هروح اكل اي حاجه وارجع لك تاني. اجيب لك اكل؟ مش عايز. هشرب شوربه عدس. روح دفي صدرك يلا. ماشي. اجيب لك شوربه عدس. امشي يا فتحي. خلاص حاضر.